البيئة دي هتتغير، لأن الفترات الانتقالية فترات صعبة في تجارب كل الشعوب، وانت ما تقدرش تمسك كل القوى السياسية بالظبط وتحاسبها على تصورك انت المثالي. في تدافع وصراع مصالح وإفرادات وتغير مواقف، لكن بيتم في إطار دستوري واضح وبيئة محمية كويس بالتشريعات وبالممارسة، بتقلل من فرص الخن اللي انت بتشير اليه، او بتجعل الخم ده له عقوبه من الراي العام، يعني ما يبقاش شطار. واظن ان بعد ما يبقى في رئيس ودستور واليات تداول للسلطه، ونمتلك شبكه اوسع اجتماعيا للمشاركه في السلطه بعد انتخابات مجالس محليه القادمه، والبلد تبدا تبني كتير من اخطاء او خطايا او تقصير او غفله المرحله الانتقاليه، هنبقى يعني احنا دخلنا في بيئه ومهام جديده. انا امل انها تقلل هذا الكلام. لا انت كلمتني دلوقتي على المستقبل، كلمني بقى على الماضي. لا انا ما عنديش تقييم بالذات او مش مهتم باعطاء احكام من هذا النوع ده. على الماده 28 ولا على القوى السياسيه؟ لا على القوى السياسيه. ليه؟ لان يعني مش ده عشان داخل الانتخابات؟ لا مش عشان داخل الانتخابات، لان انا جزء من هذه القوى السياسيه. وانا قريت الاعلان الدستوري زيك، ها؟ يعني في الوقت ده وادرك ان مفيش مجتمع بيصنع اراءه الا من حصيله علاقات القوى اللي فيه. وهذه القوى لو انا قست كل حاجه تمت في مصر على رايي الشخصي، هلاقي معظم اللي تمت في المرحله الانتقاليه انا بالرد عنه. بس لابد ان ادرك ان في اطراف اخرى عندها ارادات ومصالح مختلفه عني، وانها فاعلين في المشهد السياسي. انا مش بسبب احكام اخلاقيه على اي طرف في مصر، انا بسبب تقييم لاي مدى ده بيفيد المشروع الوطني المصري للتقدم نحو بناء دوله جديده ونظام جديد يحقق الهدف المصري. فالاشتباك التفصيلي في تقييمات ربما بالذات في اللحظه دي يدخلنا في الماضي. خلينا احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي قدر الامكان.